وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من القاهرة الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبدو. مساء الخير دكتور رشاد، وبداية يعني التخبط في دائرة القرار القطري على الصعيد السياسي كان جليا حقيقة منذ بدء الأزمة، وكلنا اليوم نشهد تقهقر لبعض المفاصل الاقتصادية خصوصا بعد خروج نصف المستثمرين من المصارف القطرية. يعني ما هو تقييمك اليوم للساحة الاقتصادية في الدوحة؟ يعني بلا جدال النهارده الاقتصاد القطري بيعاني كثيرا جدا، زي ما حضرتك قلت المستثمرين ابتدوا يخرجوا، ودائع ابتدت تخرج، البنوك ابتدت تقع، البورصه ابتدت تعاني، الاستثمارات تاثرت كثيرا، الشركات الاجنبيه تاثرت، تكاليف الاقتراض زادت، التامين على الاقتراض زاد، التامين على شحنات الغاز زادت، كل ده بيحط قطر في وضع صعب جدا. والاهم من دي ان الشعب ابتدى يعاني جدا نتيجه ان ارتفاع تكاليف نقل البضائع والمواد الغذائيه تخلق حاله من التضخم الكبير والضخم والمخيف داخل الاسواق، وابتدت الناس تعاني. وفي نفس الوقت القطريين عايزين ضغوط دوليه على الدول المقاطعه، مش عارفين حتى الحج قام يعمل عمليه تدوير للحج، فالنهارده بيعمل تدوير للمشكله، وراح للامم المتحده وراح لحقوق الانسان وراح لمنظمه الطيران ومعرفش ياخد اي امتيازات. نعم. من كل هذه الضغوط النهارده بيضغط على الضغط على الكارت المهم، واللي بيعلن يا اوروبا يا دول يا اوروبيه يا عالم، انت هتعاني الفتره الجايه، اسعار الطاقه هتزيد، انت تكلفه الانتاج هتزيد، هتخرجوا من دائره المنافسه، الحقوا اضغطوا على الدول المقاطعه علشان اسعار الطاقه ما تزيدش. وبالتالي بيحاول يسخن او يعمل عمليه ضغوط من قبل دول عالميه على الاربع دول علشان تقبل بالشروط القطريه. الدول واضحه المعالم، لسنا ضد الشعب القطري، احنا كدول اربعه معارضين بالسياسات اللي بيتخذها النظام ودعمه للارهاب واويه للارهابيين. واليوم اللي هيتخلوا فيه عن دعمه للارهاب اهلا به في كل التعاونات والتعاملات، لانه في الاول وفي الاخر الدول المقاطعه الاربعه بتقول الشعب القطري هو جزء من الشعب الخليجي. نعم جزء دكتور، من الشعب العربي. دكتور السفير دكتور رشاد، السفير القطري في المانيا صرح بان ازمه بلاده مع دول عربيه وخليجيه سيتجاوز تاثيرها اقتصاديا منطقه الخليج ليمس اي شخص في اي مكان في العالم. يعني هذا التهديد وهذا التربص لاقتصاد العالم لا يعكس ايضا نوع من الارهاب القطري والنهج القطري في الارهاب؟ والى اين سيقود قطر يعني؟ لانه هو ابتدى موقفه يضعف، وابتدت معاناته تزيد، ومعاناه الشعب بتزيد، والغلاء بيزيد، والضغوط بتزيد، والبنوك والبورصه والطيران بيقع، كل الكلام ده بيحاول يخلق مؤيدين له في مواجهه الدول المقاطعه، بحيث ان هذه الدول خوفا على اقتصادياتها تضغط على الدول المقاطعه حتى تتنازل عن جزء من المطالب. المطالب كلها مطلب واحد، تخلي عن الارهاب. نعم. تخلي يا قطر عن الارهابيات وتمويل الارهابيين بدليل كبير جدا. تعالوا شوف النهارده قبل المقاطعه في الثلاث اشهر اللي فاتوا تمت كام عمليه ارهابيه في المنطقه العربيه؟ 88 عمليه. طب ماذا بعد المقاطعه؟ 13 عمليه. شوف الفجوه قد ايه؟ نتيجه الدعم والتمويل الكبير من قبل الدول. بالاضافه لكده هو بيحاول يكسب بعض القوى بدليل انه بيشتري سبع سفن من ايطاليا حربيه علشان يدعم ب 5 مليار، بيشتري طائرات من امريكا ب 12 مليار، بيشتري من فرنسا، كل ده عشان يحاول يكسب هذه القوه. نعم. وبيقول لهم انا هعمل مزيد من الاستثمارات عندكم، لكن بشرط ساندوني في مواجهه الدول المقاطعه، اضغطوا على الدول المقاطعه. الدول المقاطعه مش واخده موقف من الشعب ولا واخده موقف من النظام بشكل كامل الا. نعم. في جزئيه دعمه للارهاب وتمويل. نعم. العمليات. نعم. من القاهره الخبير الاقتصادي الدولي دكتور رشاد عبدو، شكرا جزيلا لك.